اولا شكرا لوجودكم في محفل كبير بزاف بحال هذا المحفل اليوم بمهرجان الشواطئ في المضيق، احتفالا بعيد الشباب. من خلالكم اليوم اتوجه بالتحية والتقدير لجلالة الملك محمد السادس، ونقول له كل عام وانت بألف خير يا رب، واعوامك مديدة وطموحات محققة وامان يا رب الله يحققها لك. وحابة اشكر شركة اتصالات المغرب على استضافتي يعني للمرة الأولى في المضيق الحقيقة في مهرجان الشواطئ. الجمهور دابا يلا قالوا لي كان 420 ألف جمهور الحاضر، وهذا كسر الحواجز التقليدية ديال الأعداد، والحقيقة أنه هذا يزيدني فخر ويزيدني شرف ويزيدني إقناعا بأنه المغرب جمهور لا يستهان فيه والمغاربة جمهور ما بيستهان فيهم. وشكرا على حسن الضيافة والكرم وطيب الاستقبال وكل الترتيبات اللي تمت من قبل الإخوة في مركز في اتصالات المغرب، وإن شاء الله الله يعطيكم الصحة والخير ودائما نشوف الخير أمامكم يا رب. شكرا مرة أخرى على استضافتي في بلدي الثاني المغرب، وبحال ما قلت لكم في السابق إن شاء الله غادي يكون لي دار هنا ضروري. شكرا، ما عرفتش لكن في الرباط ولا في تطوان، ولكن غادي يكون ضروري إن شاء الله.